سمعت شيء ولاعت كبدي. وفاء شنو سمعتي؟ سمعتك. اي حبيبتي وانت بناكل اليوم بس تمام عاد في خوش مطعم هني بالزاوية بس الموضوع عندي هني بالزاوية في مطعم مو طبيعي افا عليك اقوى تاكسي الحين اوقف لك اياه أعتقد كافي صح؟ شوف كريم أنا كنت شاكة فيك من زمان بس كنت مطنشة مطنشة؟ إي أنا فاهمة أنا أدري أن أنا حياتي بعيدة عنك وعن بنتي سمورة ولا هي عنكم بالشغل لكن حاطة ببالي أن أنت رح يجي يوم ورح تلعب بديلك وتخوني بس ليش سارة؟ ليش سارة فهمني؟ ما بيك تفهمني أصلاً ما بيك ترد علي بس المهم عندي صوتي قدام الناس أنا يهمني الإعلام ويهمني أن الناس يشوفونا مع بعض حلوين ونحب بعض والحياة واو لكن اللي بيني وبينك طبعاً هني انتهى تماماً اللي يهمني صورتي قدام الناس وبس على الصورة تطنز على راحتك لا تهش ولا تنشوا كلامك ما يهمني إيه صورتي مهمة أنا وايد تعبت علشان أوصل حقي اللي أنا وصلت له ما تي أنت وتخرب عليه هذا كله الحين تبي تخوني روح خوني جرين لايت ذمتك في زوجة مثلي ماكم أنا أقول لك روح خوني بس وخر عن بنات المكتب اللي معاي كافي سارة وأنا عارف شلون أتعامل معاها مشاعل على فكرة ترى سارة زوجتي شنو؟ سارة زوجتك؟ لا أنا مو مصدقة أنت من صدقك قاعد تتكلم؟ طبعاً من صدقي هذا كله عموماً مو مهم المهم تحطين ببالك عدل إن أنا عمري ما خنتك ما خنتني ها؟ عيل اللي سويته شنو؟ تتزوج علي وتقول لي ما خنتني؟ أنت خنت العشرة اللي بيننا وخنت الثقة اللي عطيتك إياها اللي سويتي هذا كله وتقولين ثقة بعد؟ شنو سويت؟ شنو سويتي؟ أنت ما سويتي لي شيء أساساً على الأقل سارة تهتم تحترمني تعمل لي قدر اسمعني خشم